ثالث من سفر الأمثال، كله آيات جميلة. إحنا تقريبا وصلنا لغاية الآية 15 أو 16. في يمينها طول الأيام وفي يسارها الغنى. هي إيه دي؟ كان بيتكلم عن الحكمة، وقلنا إن الحكمة هي المسيح. في يمينها طول الأيام وفي يسارها الغنى والمجد. اليمين واليسار، اليسار ده ممكن نعبر عنه عن العالم، يعني اللي يقتني الحكمة شيل الحكمة وحط المسيح في أي وقت. التفسير في الأمثال شيل الحكمة وحط المسيح. المسيح قال أنا هو الحكمة، وكتير آيات تقول إن هو أقنوم المسيح هو الحكمة. فإذا كنت هتقتني المسيح وتمسك في المسيح، هديك طول أيام شمال ويمين. شمال يعني على الدنيا، يعني أيامك في الدنيا تكتر. طب هو يعني الواحد عايز يعيش كتير قوي؟ أيامك تكتر بس تبقى أيام هنية، ما ممكن تكتر بس تبقى كلها إيه؟ غلب. لكن تبقى متهني، مش متهني يعني ما فيش مضيقات وما فيش تجارب وما فيش حاجة ألم هتتجوزها في الدنيا، ولكن متهني يعني حتى في ضيقات وتجارب وألم لكن ربنا مش سايبك فمتعزي. فبقت الدنيا طالت أيام هنية بالمسيح، زي الشهداء كانوا بيطولوا في عذاباتهم وهم مستمتعين بعمل الله معاهم حتى في العذابات. يعني يديك أيام جميلة في الأرض، في الأرض وفي اليمين بقى طول أيام طبعا الحياة الأبدية. يعني بمعنى صح، إذا مسكت في المسيح هتاخدها دنيا وآخرة، هتستمتع بالدنيا وتعيش أيام هنية طويلة وتعيش الأبدية السعيدة طويلة. دي كانت آخر حاجة تقريبا بتفهم. من أول هنا بقى هعمل ستريس على بعض الآيات كده، طرقها طرق نعم وكل مساليكها سلام. طرقها طرق نعم يعني ايه؟ طول ما انت ماشي في سكة الحكمة بتاخد نعم. حكمة قلنا يعني المسيح، طول ما انت ماشي في سكة المسيح بتاخد نعم. يعني ايه نعم؟ نعمة يعني حاجة هدية من عند ربنا. بس عشان افهمكم نعمة او مفهوم النعمة عندنا لازم تفهموا المثل اللي هقوله ده كويس. لو هنا في كوباية مية كده وعندنا ولد صغير كده واقف عايز يجيب كوباية المية، واقف عمال عايز ياخد المية نفسه، بس هو صغير والمية بعيدة عنه وهو مش هيقدر يطلع. قعد اتفرج عليه كده لغاية لما يبقى ايه مش عارف يجيبها خالص، بعدين يبص لي كده، اروح انا واخد كوباية المية ومديها لي فيشرب. السؤال المهم بقى، هو خد المية بمجهوده ولا اديتها له انا كده تفضلا مني؟ لا ركزوا كويس، مجهوده ولا تفضلا مني؟ الاثنين. بصوا بقى ازاي، هو لو قاعد ساكت كده ومش عايز يشرب ميه عمره ما هقوله خد، لكن لو ان هو عمل كل اللي عليه وما وصلش لحاجه او ما انا اقول له خد، يبقى اديتها له اسمها نعمه بعد الجهاد. يعني ايه؟ يعني انا اقعد اجاهد اقول يا رب نفسي ابطل الخطيه دي، نفسي ابطل واعمل كل اللي في وسعي ومفيش فايده، واعمل تاني مفيش فايده، وبعدين ابص لك اقول لك خلاص هديك نعمه كده ان انت بطلت. تبص تلاقي نفسك بطلتها، بس بعد ايه؟ بعد ما عملت. بولس الرسول يقول لم تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الخطيه. حتى الدم يعني ايه؟ استمتعت في ان انت ما تعملش كده، وفي الاخر مش عارف، وعلى فكره انت مش هتعرف. المهم ان انت تبقى فاهم انك مهما تجاهد بنفسك ان انت تبطل اي خطيه على فكره مش هتقدر، لكن لازم تعمل الحركتين دول. تقول له انا هعمل كل اللي عليا، انت بقى ايه؟ اعمل الحته الاخرانيه. كان هو شو يقول كلمه جميله، يقول حينما توجد النيه يعطي الله الامكانيه. فاكرين؟ حينما توجد النيه ربنا يديك الامكانيه. طرقها طرق نعم، يعني طول ما انت ماشي في سكه المسيح عمال تاخد هدايا، عمال تحاول تبطل دي ما تعرفش مين يديك نعم، عمال تحاول تبقى هادي ما تتعصبش مش عارف كل موقف، وبعدين تقول انا بحاول هو بس مش عارف، يقول لك حاول كمان، تقعد تحاول تقول خلاص هديك هتبقى هادي. فطول ما انت ماشي في سكه المسيح عمال يديك نعم، بس نعم بناء على جهاد مش نعم بناء على ان انت قاعد نايم. يعني ما تبقاش قاعد نايم كده تقولوا انا نفسي يبقى عندي نعمه الهدوء والتواضع والمحبه، هتاخدهم ان شاء الله ما تعملش اي حاجه. فاهمين الفكره؟
طرقها طرق نعم، لو انت ماشي تعمل كل اللي عليك وفي الاخر تقول له بس مش عارف، يقول لك ما انا عارف، يلا انا هخليك تقدر. بس اوعى يوم ما تقدر تقول له شفت انا ازاي عملت ايه؟ احسن ايه؟ يقول لك ها طب هات الكوبايه اهي خلاص، وريني بقى تاخدها تاني ازاي. فاهمين الفكره؟ يعني اوعى تقول له شفت انا ازاي بقيت عرفت اعمل كنترول، ما بقتش عصبي، طب انت اللي عرفت، طب ايه رايك؟ وريني كل مره جاي الموقف كده هتعمل ايه؟ تلاقي نفسك رجعت اوحش من زمان. طرقها طرق دعم، يعني طول ما انت ماشي في سكه المسيح وعمال تاخد نعم، هدايا هدايا من المسيح، وكل مسالكها سلام. المسالك اللي تمشي فيها سلام. طب ما هي السلام دي ممكن تكون احدى النعم، يعني ينعم عليك انك تبقى عندك سلام وهدوء وطمانينه، لكن هو حط النعم كلها في كوم والسلام في ناحيه، واخدين بالكم؟ طرقها هتمشي تاخد نعم كتير قوي وسلام كمان. طب ما السلام يعني هي واحده منهم، يعني فاهمين عايز اقول ايه؟ طب اشمعنى السلام لوحده؟ لان ده حاجه مهمه جدا من ملك السلام، بنك السلام. يعني عارف واحد عنده كميه سلام، الناس كلها في العالم مضطربه ومتضايقه وقلقانه وهنعمل ايه ومخضوضه ومنزعجه، تاخد نعم كتير، بس نعمه السلام دي نعمه خاصه ما حدش يقدر يديها لك في العالم، او العالم يقدر يديها لك بس سلام زايف. تقدر يبقى عندك فلوس كتير فتبقى عايش مطمن خالص وحاسس ان انت فلوسك هتحل لك كل المشكله، وتاني يوم تموت وتسيب كل فلوسك، سلام زايف خالص. او يعني مطمن ان انت عندك امكانيات وعندك سلطات وعندك وعندك وعندك، وتاني يوم تمرض وتتبهدل وخلاص. تقدر تتفسح وتاكل الاكل اللي انت عايزه، تاني يوم يجي لك مرض ما يبقاش ليك شهيه للاكل خالص، انتهت القصه. يعني العالم يعشمك بحاجات وفي الاخر تكتشف ان انت واهم، سلام زي. انما السلام الحقيقي يقدر يديه ملك السلام. طول ما انت ماشي مع المسيح هتاخد سلام حقيقي. هي شجره حياه لممسكيها. شجره حياه دي سمعنا عنها في سفر التكوين، فاكرين؟ وهي اللي هي المسيح نفسه، يعني المسيح شجرة حياة للي يمسك فيه، للي يمسك فيه. لاحظوا كلمة اللي يمسك فيه، يعني هو يعدي عليك كده ويقول لك صباح الخير، تقول له تفضل، يتفضل، لكن تقول له سلام، صباح الخير، باي 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 باي. كانوا بيغرقوا في السفينة، فالمسيح عدى عليهم وهم مضطربين، قال لهم سلام، قال له سلام ايه؟ ما تيجي تلحقنا ده احنا بنغرق. قال لهم يعني اجي؟ قال له طبعا، لكن هو مش هيفرض نفسه. شجرة سلام لممسكيها، للي يمسك فيه بمزاجه. اللي مش بيمسك فيه مش هيقول له انا هاجي لك. يعني الابن الضال لما راح بعيد ما راحلوش قال له انت بتعمل ايه هنا؟ يلا انا جيت عشان اخدك، عايز تقعد هناك خليك، هتهلك اهلك، لازم انت تقول لي انا عايز ارجع. للي يمسك فيه بس. افرض انا مثلا عارف واحد مراته الدنيا ملخبطه بينهم، هفترض جدلا يعني واحد مراته متخانقين، طبعا ده ما بيحصلش عندنا خالص هنا خالص يعني. بس يعني بصراحة بمخه كده وتخيلوا ان الموضوع ده حصل. فافترض ان واحد مراته متخانقين وانا عرفت، فعايز اتدخل بس مش عايز افرض نفسي. فهم اديهم تليفون، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك، نشكر ربنا، انا عارف ان الدنيا بايظه، تعيش ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب، عيد ابو سفين، ربنا يخليك، سلام ونعم. يبقى معناه ايه؟ مالكش دعوه. انا كمان مش هقول لهم لا ده انا عرفت بقى ولازم يلا نتدخل، لان حتى لو عملت كده مش هيسمعوني. لكن اول ما لهم زيكم عاملين ايه؟ انت فين؟ مش تسال علينا؟ ده احنا حصل كذا كذا، شفت؟ الله يعني عايزين اجي؟ اه طبعا خلاص، انتوا اللي طلبتوا. فاهمين المسيح بيعمل الحركه دي على طول، يجي كده لو انت عندك مشاكل يقول لك مساء الخير، تقول له مساء الخير اتفضل، ولا تقول له مساء الخير باي باي. انت بقى اللي عندك الموضوع، انت هتمسك فيه هيتفضل، هتقول له باي باي، عمره ما هيتقل عليك ويقول لك انا عارف ان انت محتاجني، وهو عارف ان احنا محتاجين، بس ما دام لم تدعوه. فاكرين الرسمه بتاعت الغوازي؟ انا بقف على الباب اقرع، يعني بيخبط على الباب، يروح يرسمه الاكره منين؟ من جوه. معناها ان هو يخبط من بره بس ما يقدرش يفتح ويدخل عليك بالعافيه، انت اللي تفتح له وتقول له ممكن تيجي اتفضل، لكن سبته يخبط ومش عايز تفتح انت حر. فهو شجرة حياة، شجرة حياة يعني شجرة تدي حياة، يعني مستعد يغذيك بكل القوة وكل النعم، بس تمسك فيه. مش هتمسك فيه
مش هيتقل عليك ويقول لك انا هاجي لك غصب عنك. شجره حياه لممسكيها والمتمسك بها مغبوط. مغبوط يعني طوب، يعني يلا سعاده. ساعات الالفاظ تبقى مش معروفه عند الاولاد مدرسه الاحد. مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. بقول له يعني ايه مغبوط؟ قال لي انا امبارح كنت مغبوط في راسي هنا، مش فاهم حكايه مغبوط تطلعي. فاهم تكون انتوا مش فاهمين مغبوط. مغبوط يعني يا بخته، يا بخته اللي يمسك فيها، يا بخت الشخص اللي يمسك في ربنا في الحكمه، يعني يا بخته اللي يمسك فيها. الرب بالحكمه اسس الارض، اثبت السماوات بالفهم. دي تتفهم بطريقتين. بالحكمه الرب اسس الارض، يعني بحكمه عاليه، ودي تبان قوي ان تدرسوا الافلاك ونظام الكواكب والشمس والانفجارات في الشمس، تلاقي الموضوع مش سهل قوي. ازاي الحاجات دي كلها ماشيه كده من غير ما يحصل خلل في الطبيعه؟ ده اي مهندس اللي يعمل كده. ازاي العين البسيطه دي معموله بحيث انها تشوف ده؟ كل حاجه فيها دي اعظم كاميرا اتعملت. ازاي مش عارف الكلى شغاله؟ ازاي الكبد شغال؟ كل حاجه صعبه جدا. خلقه الانسان نفسه معجزات. بالحكمة خلق كل حاجة بحكمة عالية قوي. أو اللي احنا بنقولها في إنجيل يوحنا، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن فيه. مين ده؟ المسيح. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. يعني بالحكمة، يعني بالمسيح أسس كل شيء وبدونه لم يكن شيء. تتفهم بالمعنيين، يعني بحكمة عالية أو بالمسيح نفسه خلق كل شيء. يبني بعلمه أن الرب بالحكمة أسس الأرض، ثبت السماوات بالفهم. السماوات ونظام الكون معمول بحكمة عالية جدا. بعلمه انشقت اللجج وتخطر السحاب ندى. يعني دي برضو الطبيعة معمولة بحكمة عالية قوي. انشقت اللجج، ازاي البحار والمحيطات معمولة وبينها بلاد وفي الوسط جزر. ربنا نظم الطبيعة دي بطريقة حكمة عالية جدا. بحكمه انشقت اللجج والدنيا بتدي الندى. يعني الطبيعة والمطر والأرض كلها معمولة بنظام عالي تتبعها. يا ابني لا تبرح هذه من عينيك، يعني ما تغيبش من قدام عينك. ما تغيبش من قدام عينك دي زي قلت لكم، زي ما يكون واحد عنده حتة ألماس في البيت يحطها في علبة ويحط العلبة في درج، والدرج ليه مفتاح والمفتاح في الميدالية، وكل شوية يشوف المفتاح فين ويفتح الدرج ويفتح العلبة ويطمن ما حدش ضيعها. يعني حاجة مهمة جدا. احرص على ان انت لما تقتني المسيح كل شوية تتمم انه لسه موجود، مش انه خلاص سرق، مش خدته حطيته وجي عدو الخير سرقه. زي الكلمة اللي اتحطت على الارض والارض مش كويسة فسرقت الكلمة. لا تبرح الوصية من امام عينيك، عينك على ان انت دايما المسيح لسه مقتني، ان انت معاك شجرة الحياة. احفظ الرأي والتدبير. يعني ايه التدبير؟ علم العالم يسمي الإدارة، يسميه علم الإدارة. لما عندنا شركة بننظم، ده يروح هنا وده يجي هنا، وإدارة الشركة. الكلمة اللي مناظرة ليها في الكتاب المقدس اسمها التدبير. المناظرة ليك في حياتك الروحية، انت بتدبر حياتك الروحية ازاي؟ يعني بتصلي قد ايه في الاسبوع؟ بتتناول قد ايه في الاسبوع؟ بتعترف كل قد ايه؟ بتقرا الانجيل كل قد ايه؟ منظم الدنيا ازاي؟ علاقتك بربنا ماشيه ازاي؟ كيف تدبرها؟ احفظ التدبير. لما ابونا يقول لك انت التدبير بتاعك كذا، يبقى هو ده التدبير. احفظ التدبير والراي، الارشاد والمشوره، احفظها. الوصيه قالت لك كذا، اعمل كذا. دبر نفسك بان انت يبقى لك برنامج روحي ثابت، مش برنامج روحي عشوائي. يعني مش حين تتذكر انك يجب تصلي تقوم تصلي مره كل حسب ما يجي مزاجك. ومن هنا جت كنيستنا رتبت قانون اسمه القانون الروحي. عندك الأجبية تصلي بيها بنظام ثابت. لكن في ناس تقول انا ما بحبش التدبير ده، احب انا ادبر نفسي زي ما انا احب، لما احب اصلي اصلي. الفكره تبدو كويسه لكن عمليا ما بتعملش حاجه. زي اللي بيقول لك انا عايز اذاكر من غير ما اروح المدرسه، اديني الكتب وانا هذاكر. تقول له الكتب عندك اهي، يعدي 10 سنين ما عملش حاجه. لكن لو كان رايح المدرسه كان حصل ايه؟
كانت نظم مذاكر وادوا له واجبات وحل واشتغل وعلم وكان درس الكتب. فساعات انا اقول ايه، انا مش عايز حد يدبرني، انا همشي في الاجبيه كده، لما احب اقرا اصلي اكلم ربنا اكلم كده. كل اللي بيقولوا كده لما تسالهم اخر مره صليت امتى يقول لك مش فاكر، مش فاكر يعني ما جاليش مزاج من زمان نسيت الموضوع. لكن اللي بيلتزم بتدبير قانون روحي منظم لما بنخش الدير يقول لك اول حاجه الراهب يقرا الاجبيه، يتعود يقراها كلها طول اليوم، اهم حاجه يتعود يقراها كل يوم. قانون تدبير، قانون الراهب يقرا الاجبيه كلها، قانون كل واحد يرتبه مع ابونا، انا اقرا ايه في الاجبيه، اصلي كم مزمور، اصلي قد ايه في الانجيل، اقرا قد ايه في الانجيل. تدبير يا ابني التزم بالتدبير، بيقول له كده احفظ الراي والتدبير فيكون حياه لنفسك ونعمه لعنقك، حينئذ تسلك في طريقك آمنا ولا تعصر رجلك. لما تلتزم بالتدبير ما تتكعبلش، لا تعصر رجلك، يعني لما تمشي ما تتشنكلش في حاجة وتقع. يقول واحد ماشي مش واخد باله كده، مش باصص لتحت، يتكعبل في حجرة يقع على الأرض ويقع ما يقومش تاني أو يتعطل عن المسير. يعني خلي بالك لو التزمت بالتدبير مش هتسقط، وإذا سقطت هتقوم، لأنه عندك نظام روحي ثابت. أنا عملت خطية وزعلت ربنا واتكعبلت وقعت، لأن في قانون ومطلوب مني إن أنا أتناول تاني ومطلوب مني إن أنا أصلي تاني، هرجع أظبط نفسي. لكن لو مش مطلوب مني حاجة هتقع وتطول، وقعت تطول تقول بقى لما أبقى كويس بقى نبقى نرجع تاني نصلي، أصلي زي وأنا مش كويس، خليني لما أرجع كويس. التدبير يحفظك، عشان كده كويس يبقى عندك كل شويه قداس، كل شويه كل يومين في قداس، كل يومين في حاجه هتحفظك من العصر. فلا تخاف بل تضجع اذا اضطجعت، يعني اذا مسكت بشجره الحياه، اذا مسكت في المسيح، حينئذ اذا اضطجعت لا تخاف بل تضجع ويلز نومك. يلز نومك يعني تنام وتستمتع بالنوم، وهو ده موضوع يعني محتاج يتكتب في الانجيل. في ناس عندها الأرق بيوصل لأنها لازم تاخد مهدئات عشان تنام، ودايما الأشرار ما بيقدروش يحدوا، ودايما اللي عامل عاملة مش عارف ينام من الأرق. يلز نومك، احنا في آية ثانية بتقول ايه، يعطي أحبائه، انتوا بتحبوا الآية دي ساعة الوعظات كلكم تبقوا أحبائه ساعة الوعظات، عايزين تناموا وهنا يطول كده، خلينا نعرف نستريح شوية، الواحد يستريح وقول له يطول شوية عشان ناخد راحتنا. هو مش طبعا مش مطلوب الوعظات، تستلز دم يعني تبقى ما تبقاش عندك فاكرين بطرس الرسول لما كان في السجن. بطرس الرسول كان عليه اعدام، وكانوا قبل كده ذبحوا بالسيف يعقوب الرسول وحطوا بطرس في السجن، فبطرس الرسول واحد عليه اعدام ونايم نوم مرتاح جدا، جاب الراحة دي منين؟ هيعملوا فيا ايه؟ هيذبحوني يعني بقابل المسيح، دي احلى حاجة، ولو عشت يبقى المسيح هيكلفني بحاجه اعملها، اعملها لغايه لما انا عشنا وموتنا مش فارقه. وعنده سلام، مش عنده ياس وعنده ضغوط، ده بالعكس عنده نايم ويلز نومه، لدرجه ان الملاك لما دخل صحاه خبطه كده، ايه ده انت نايم نوم عميق؟ نايم نوم عميق، ده معناها السلام. لما ربنا بيدي سلام يفوق كل عقل، تبقى المشاكل جامده قوي وانت عندك سلام، ويلز نومك يبقى في مشاكل كتير قوي وانت مش تعبان. لا تخشى من خوف بالغ، الاشرار عاده الحال بينقلب بيهم بغتة، يعني فجاه انت لما تبقى ماشي في سكه ربنا وماسك في المسيح الدنيا مش هتتشقلب عليك مره واحده، مش ربنا مش هيسمح بكده، لان الرب معتمدك ولا من خراب الاشرار اذا جاء، لان الرب معتمدك ويصون رجلك من ان تؤخذ، لان انت ماشي في سكه ربنا، فربنا مش هيسمح انك زي الاشرار تبقى الدنيا ماشيه معاهم زي الزهره وفجاه تدبل، مش هيحصل كده معاك. لا تمنع الخير عن اهله حين يكون في طاقه يدك ان تفعله، ولا تقل لصاحبك اذهب وغدا وعود فاعطيك وغدا موجود عنده. يعني في واحد طالب منك مساعده وانت تقدر تعملها النهارده، بس انت ايه مستخسر، فتقول له طيب فوت عليا بكره لغايه لما افكر، وكانك بخلان مع ان الحاجه موجوده عندك. طب ليه بيقول لك كده؟ اولا
هو نفسه ممكن يروح ما يجيش، وانت نفسك ممكن تصبح ما تصبحش. قول له بكره تطلع، بكره انت هتسيب كل حاجه. حد يعني استنى سيبني كام شهر كده لما افكر هساعدك ولا مش هساعدك، وكام شهر انت تكون دخلت لك اي حاجه وخلاص وراحت منك فرصه عمل خير. فلا تمنع الخير عن اهله حين يكون في طاقه يدك ان تفعله. اصل السبب ان انت منعه انانيه وبخل واستخسار. استخسر اديله ليه؟ فبيقول لك ما تبقاش اناني، عندك خير وتقدر تساعد حد ساعد. لا تقل لصاحبك اذهب وعد، ولا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك امنا. ما تخترعش شر عليه. ازاي تخترع شر على واحد؟ الناس تألف تفتري على واحد قصه ملهاش اساس، ويا ريت الناس بتسكت وتشيرها وتحطها في الفيسبوك وتقول. عارفين كل الفضايح اللي موجوده في الميديا دي نصها نص ثلاث ارباعها كذب، او ما كانش اغلبها كذب. كذب كذب لا اساس له من الصحه، لا اساس له من الصحه خالص. فبركه في فبركه. وياما احنا شفت حاجات احنا عارفينها كويس قوي واتكتبت بطرق تانية خالص. غش، ما تخترعش شر على حد وهو ما عملكش حاجه، ما تقلفش عليه حاجات ما حصلتش. مش زي ما نقول يعني لما واحد يقع كل السكاكين تكتر، مش عشان هو ان واحد بيشتم فيه انت كمان مش لاقي حاجه تقول عليه تروح تالف لك حكايه. ما حصلش، ما تعملش كده. وتذكر حاجه مهمه قوي، ان كما فعلت يفعل بك. ان اللي انت بتعمله النهارده هتلاقيه بكره. يعني ابسط حاجه تمنعك من ان انت تالف حاجه على حد، بكره هتلاقي حكايه متالفه عليك. وربنا عادل جدا في القصه دي، زي ما بتعمل بالظبط بالكيل الذي به تكلون يكال لكم. يعني اديته 2 كيلو عندك 2 كيلو هتشيلهم في يوم من الاوقات. فلا تخترع شرا على تخترع يعني حاجه ملهاش اساس. والمعنى في كلمه تخترع شرا دي يعني ما تدبروش. اشر من انواع الخيانه تدبر له شر. لا تخاصم انسانا بدون سبب. لاحظوا ان الايات مقتضبه وفيها نصايح سريعه كده وواضحه. لا تخاصم انسان بدون سبب، معناها لو في سبب خاصم انسان طبعا لا، احنا ما بنخاصمش خالص. امال معناها ايه؟ لو في انسان شرير اتجنبه، بس انا ما ببقاش مخاصمه. خلاص مش عارفين نعيش في سلام اتجنبه بس ما ببقاش مخاصمه. بس خلي بالك بقى دي حساسه قوي، لان في ناس كتير تبقى ايه مريحه الحكايه دي، فماشي يعني مقاطع كل الناس وهي بتعتبر نفسها يعني كويس. في المزمور الاول بيقول ايه؟ طوبى للرجل الذي لم يسلك في طريق الخطاة وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. مش كده؟ يعني ناس مستهزئين بيتكلموا بالاستهزاء والشر والخطيه، ما تقعدش معاه. يبقى انت كده يعني هل بتخاصمه؟ هنا لا تنطبق عليك بتخاصمهم، تنطبق عليك بتتجنبهم، او تنطبق عليك بتحفظ نفسك منهم. ما تخاصمهمش لكن تجنبهم. فاكرين ابراهيم ولوط لما الرعاه بتوعهم اتخانقوا مع بعض؟ قال لهم احنا مش هنقدر نبقى في سلام مع بعض، عشان نبقى في سلام لازم نبعد عن بعض، بس احنا مش زعلانين. واول ما لوط جرى له حاجه جري ابراهيم اخذه. عارفين القصه طبعا، لما لوط اتاخد في الاسر من كدر لعمر، ابراهيم جري وراه فورا وطلعه ورجعه. معناها انه مش زعلان، مش شمت فيه وقال له احسن. فتتجنب الاشرار، تتجنب شرهم، لكن لا تخاصم احد. ان لم يكن قد صنع معك شرا، اذا كان قد صنع معك شرا حط بين قوسين تتجنبه. لا تحسد الظالم ولا تختار شيئا من طرقه. ما تحسدش واحد ظالم، تقول يا نمتيله بيظلم عمال يجمع ويكتنز والدنيا ماشيه معايا. كما ظلم سيظلم. والنهارده نجمه عمال يعلى، هتشوفه هو بيتشقلب تاني زي الزهره اللي عماله تدبغ تحلو قوي في الاخر هتدبغ. ما تحسدوش
لأنك مش عارف آخرته إزاي، وإذا كانش آخرته هنا مش عارف آخرته إزاي فوق. الظالم اللي هو الغني والعازر، عمل إيه الغني والعازر؟ ظلمه في إنه مرضيش يساعده ولا حن عليه وما سألش فيه. لما جينا فوق الوضع انعكس، عارفين القصة طبعاً مش كده؟ لما جينا فوق واحد كان غني، واحد مرمي على بابه شحات ما بيسألش فيه، وفي الآخر الاتنين ماتوا. طلعوا فوق في السماء، واحد الغني بقى عشان كان قاسي القلب فقاعد ريقه ناشف، والعذر قاعد مبسوط ومتعزي. فقال له طب ما تجيبه يبل ريقي، ده انا ريقي ناشف. قال له لا خلاص ما يقدرش يجي ولا تقدر تروح. لما كنا تحت في الارض كنا كلنا نحب نكون زي الغني، لكن لما شفنا الموقف من فوق قلنا يا ريتني كنت العذر، يا ريتنا تعذبنا هنا وارتحنا فوق بدل ما نرتاح هنا ونتعذب فوق. فقول ما تحسدش الظالمين، لان انت ما شفتش اخرتهم هتبقى ايه فوق، ما شفتش اخرتهم فوق. حتى اذا قضوا الدنيا هنا وهم كسبانين، لكن مش ما انتش عارف النهايه التعيسه بتاعتهم هتمشي ازاي. لان الملتوي رجس عند الرب، رجس يعني مكروه خطيه. الشخص الغير مستقيم، وهو جاب بعدها المستقيم، رجس ربنا ما بيحبوش. اما سره فعند المستقيمين. ربنا يحب يسيب سره الشخص التقي اللي مستقيم اللي ماشي عدل. وعلشان كده بنلاقي ان كتير من المستقيمين والاتقياء والقديسين ربنا ما بيخفيش عنهم معاد نياحتهم. في ناس كتير ما بتعرفش امتى بتموت، تؤخذ فجأة ويأتي عليهم خلص. وفي كتير من القديسين من كتر ما هو مستقيم ومن كتر ما هو تقي يجي قبلها كده وربنا يقول له ايه، مش قادر اخبي عنك ان انت خلاص قربت تيجي عندي، ويعلن لهم عاد مجيء. وتسمعوا في سير القديسين كان دايما الراهب يجيب الرهبان ويقول لهم انا خلاص هتنيح، ويحضروا لحظه نياحته ويشوف وشه منور ويبقى شايف الملائكه والعطره جايين ياخدوه، وهذه اللحظه بينتظرها من زمان. فسره عند المستقيمين. فاكرين لما جاب ابونا ابراهيم وقال له انا على فكره هعمل حاجه في صدوم وعموره، بس مش قادر اخبي عليك، لازم احكي لك، خليني تقديس، لازم احكي لك، انا الشر زاد قوي وانا بفكر ان انا احرقه. قعد يفاصل معاه ازاي ما ازايش، انما سره لمين؟ زي سر الله لخائفين. القديسين ربنا يقول لهم اسراره، ومن هنا جت ان القديسين بيعرفوا شويه حاجات احنا ما بنعرفهاش. عشان تقعد مع مثلا بابا كرولوس يقول لك هيحصل ولا مش هيحصل، هو عارف الاسرار دي منين؟ الله اعلن ليه، لانه مستقيم قوي. فعلى قدر الاستقامة، على قدر ما يبتدي ربنا يعلن لك شوية شوية. لو مستقيم نص نص يعني هيعلن لك حاجات خفيفة. فاهمين الفكرة؟ كل ما تستقيم كل ما أسرار الله يكشفها لك. عشان كده العذراء في تقواها الشديدة قوي كانت عارفة أسرار كتيرة جدا جدا وما بتتكلمش، إنما فاهمة كتير قوي، فاهمة كتير، لأنها طبعا في منتهى الاستقامة، في منتهى القداسة والتقوى وعدم الالتواء. فكانت النتيجة ان هي فهم اسرار الله معلنة ليها. اما سره فعند المستقيمين. لعنة الرب في بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصديقين. في بيت ربنا بيباركه وفي بيت اللعنة لا تفارقه، لانه في شر، واللي بيخزن شر في بيته كأنه بيخزن مثلا تعابين او حيات في البيت، هيجي وقت وهيحصل منها ضرر. انت تحتفظ بالشر في البيت، فلوس من مصدر غلط، اي نوع شر مش عايز تطلعه من البيت، اللعنه موجوده، مفيش بركه، اللعنه عكس البركه. والبركه في مسكن الصديقين، اللي هم شيل الصديقين دي وحطوا الاتقياء القديسين المتمسكين بالمسيح اللي اقتنوا الحكمه، البركه في بيتهم. بركه يعني كل حاجه صغيره مبروكه، المحبه مبروكه، الفلوس قليلة لكن العيشة حلوة وسهلة ومفيش مشاكل. كما أنه يستهزئ بالمستهزئين هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. يستهزئ بالمستهزئين دي يعني مش الله بيستهزئ بينا أبدا، لكن في ناس بتستهزئ بالمسيح، بتستهزئ بالحكمة، وبتستهزئ بكل
طرق المسيح، انتوا لسه متخلفين بتقروا الانجيل، لسه متخلفين بتروحوا الكنيسه، مش تطلعوا بقى الكلام الفارغ ده من دماغكم. الناس دي بتستهزأ بكل الحكمه اللي المسيح قالها، وكل الشريعه وكل الوصايا، وكل ما قال ينفذ الوصايا. وشوف النهارده العالم بيسخر ازاي من الاتقياء، وكانه بيقولوا انتوا ناس مخكم تعبان. زي ما هو الناس دي بتستهزئ بالمسيح وبالحكمه وبالمسيحيين وبالكنيسه وبطريق الكنيسه، هيجي وقت في الدينونه وهيستهزئ بهم. يعني هيجي وقت في الدينونه يقولوا ايه ده؟ طب احنا هنروح فين؟ هم انتوا ساعتها بقى كنتوا قلبنا هزار، كملوا هزار بقى خلاص، مش انتوا كنتوا بتتريقوا؟ خلاص اديكوا شفتوا في الاخر المجيء التاني جه، واديكوا شفتوا الناس اللي كنتوا بتستهزئوا بيهم رايحين فين، وشايفين انتوا رايحين فين، انتوا حرين. كانه بيستهزئ بيهم. دي عامله زي الجمله بتاعت قص الله قلب فرعون. هو مش قص قلبه لكن سابه لقساوته. يعني انت عايز تتريق انت حر، بس شوف هيجي لك ايه في الاخر. انت في الاخر اللي هتلطم وهتضحك على نفسك. ويعطي نعمه للمتواضعين. يعطي نعمه للمتواضعين. دي فاكرين حكايه النعمه اللي انا قلتها لكم في الاول والكوبايه؟ اكتر حاجه تخليك تمشي تاخد نعمه من المسيح ان انت تكون متواضع. اما تكون متواضع يقول لك طب خد نعمه المحبه، عشان متواضع خد نعمه تانية وهتعمل معجزات، هتطلع شياطين. عشان انت متواضع، عشان ايه؟ مش خايف عليك انك تعمل معجزات، ما انت متواضع. لكن لو مش متواضع هخليك تعمل معجزات ازاي؟ تخيل لو واحد مش متواضع واديته نعمه يعمل معجزات وعمل معجزات، محدش عارف يكلمه، يبقى ما ياخدهاش عشان مش هتنفع معاه. يعطي نعمه للمتواضع. عشان كده اكتر واحده كانت عندها نعمه في الكنيسه مين؟ اللي بنلقبها بالممتلئه نعمه، طبعا العذراء مريم، لانها في منتهى الاتضاع فاداها كل النعم، مش خايف عليها، مش هتتكبر. اداها نعمه انها تفهم وتفهم وتفهم اسرار الملكوت وتفهم اسرار الصليب، وهي شايلاه فاهمه كل حاجه، فاهمه يجوز في نفسك سيف، فاهم ان هو ده اللي هيتصلب، وفاهمه النبوات بتاعه اشعياء كشاه سيقى الى الذبح، فاهمه كل الكلام. يعني تخيل وهو طفل صغير بتبص له وعارفه ده اللي هيحصل فيه كذا وكذا وكذا زي ما النبوات قالت. عشان كده جت وقت تنفيذ النبوات وكانت بتبص بفهم مش بتنهار، فهي متألمة جدا بس فاهمة كل حاجة بتحصل، وكل النبوات كانت بتقول انه هيحصل كده او بيحصل اهو، واخدة نعم كتير قوي لانها متواضعة قوي. حط بقى المتكبرين، مفيش نعمة خالص، يحاولوا يعملوا اي حاجة، مفيش، تكبر. زي شايف واحد كده التشبيه بتاع الكوباية ده، هيتجنن عايز ياخد الكوباية، اقول له اجيبها لك، يقول مالكش دعوة انا هجيبها لوحدي، اقول له طب خليك وريني هتعمل ايه. التكبر بتاعك ده خليك كده لغايه لما تعرف ان انت مش هتعرف تعمل اي حاجه. يعطي نعمه للمتواضعين. الحكماء يرثون مجدا والحمقى يحملون هونا. الحكماء يرثون مجدا. الحكماء، شيل الحكماء وحط اللي بيعرفوا المسيح، اللي هم مسكوا في سكه المسيح. يرثون مجدا، يرثون في الابديه مجد. طبعا اللي هيمسك في المسيح في الأبدية هيورث الحياة الأبدية. والحمقى عكس الحكماء، عكس اللي مسكوا في المسيح، اللي هي الجهال اللي هم اللي مشوا في السكة الغلط، يحملون هوانا هنا وهناك. طرق الشر هنا، عواقب الشر وخيمة في الأرض، وآخرتها تعيسة في الأبدية التعيسة. فاللي يمسك في سكة ربنا هيورث مجد في السماء طبعا، واحيانا في الارض كمان. يعني نشوف البابا كرولوس واخد مجد في الارض، واخد مجد في السماء، مش بس حتى في السماء، حتى الناس كلها تمجده ونعمل لهم تمجيد للقديسين جمال جرجس. يرثون مجدا في السماء طبعا اولا، وقد يكون هوانا بطريقه موتهم واستشهادهم، ولكن القديسين يمجدوهم على الارض وفي السماء. واما الحمقى الجهال اللي مش ماشيين في سكه المسيح، فهؤلاء كلهم يحملون هوانا، يعني ماشيين نهايتهم وحشه هنا ونهايتهم وحشه هناك. لله كل مجد وكرامه الى الابد.